إلى أنه واثق بتمام الثقة فلا حرج أنه لا يعالج، لكن لو أنه أصيب بجرح وقال سأترك الدم يسيل متوكل على الله، قيل هذا نوع من أنواع الانتحار. أما مجرد مرض، كم من مريض شوفي ومات الطبيب، وكم من شخص رسم لنفسه خطة في حياته ولم ينتهي من رسم الخطة إلا وقد أصيب بموت فجأة. لكن العلاج جائز، ومن خاف على نفسه أنه يظن أنه لو راجع الطبيب إلى شوفي وإن هذا المرض اللي استشربه لأنه قصره، ينبغي أن يعتني بنفسه حتى لا يخدش عقيدته في هذا المجال، والله المستعان. جزاك الله خير. أنا ودي حقيقة أوضح بعض الأمور بحكم الاختصاص، يعني حتى تتضح الرؤية، وأشار إليها سماحة الشيخ في نهاية إجابتي لهذا السؤال. يعني أحيانا يأتي مريض إلى الطوارئ، وأثناء التشخيص يقول الأطباء أن معك التهاب في الزائدة الدودية، ويعني إما بغلبة الظن أو بأدوات التشخيص المعروفة عند الأطباء، ثم المريض هذا يرفض العلاج، يقول لا أنا لا أريد أن هذه إجراء هذه العملية، وإنما أصبر أو أبحث عن يعني علاجات أخرى يعرف الأطباء أنها لا تجدي، يعني لابد أن يكون من خلال هذه، وإلا ستنفجر هذه العملية الزائدة الدودية. السؤال، هل لأنه ينبغي أن يوقع المريض على هذه العملية، هل لإدارة المستشفى، لولي الأمر أن يأمر المريض أو ولي أمر المريض لابد أن تفعل هذه العملية وإلا ستهلك؟ لا مانع من الأمر أن يقال افعل، توكل على الله واشفي بيد الله، ولعل الله أن يمد في أجلك فتكون في حال نفع وسعادة، لكن إذا صمم لا يكون من المنتحرين في هذا العمل. طيب، هنا سؤال حقيقة لعله يحكي عن حال بعض المستشفيات. يقول السائل، وهو يبدو أنه من العاملين أو من المراجعين للمستشفيات، يقول أن بعض المستشفيات يوجد فيها مسجد ويكفي لجميع العاملين، لكن في نفس الوقت توجد مصليات في كل دور يصلي فيها المرضى والمراجعين. فيقول هنا، يعني هل يأثم من يترك الصلاة في المسجد ويصلي في المصليات؟ ماذا تقولون؟ جزاكم الله خير. لا شك أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في المصليات، إذا وثق بأنه إذا ذهب وصلى في المسجد أدرك الجماعة إدراكا تاما، فإن المساجد إنما أنشئت لهذه العبادة الخاصة. وأما الصلاة في المصليات داخل المبنى فهي صلاة جماعة، وكلما كثرت الجماعة كان ذلك أفضل، لحديث الصلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. لكن لا تكون صلاته في مصلى داخل المبنى كصلاة في المسجد نفسه الذي أعد لهذه العبادة، لأن هذه العبادة، النبي لما جاء عتبان وأراد أن يستأذن أن يصلي في حيه وقال أحب أن تصلي في بيتي، ما قال إذا صلى عندك أحد فلا بأس، وإذا جاءك أحد فصل ولو لم تحضر للمسجد. قال للمستأذن الذي استأذنه، قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، ما أجد لك رخصة. فالصلاة مع الجماعة في المسجد الذي أعد، لذلك النبي ما قال صلاته، قال صلاته مع الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. لكن ما أحسن وما أجمل أن الدائرة تعد مصليات داخل الدائرة حتى لا يتفلت الناس ويتساهلون، وربما فكر أحد وقال أجل صلاتي حتى أصل إلى البيت قبل نهاية الدوام، فالتعاون فيما بينهم إذا لم يتحقق به كامل الغرض في المساجد المعدة فليتحقق به القدر الذي يكون فيه خير كثير إن شاء الله. جزاك الله خيرا.
هذا سائل يقول عن بعض المرضى من ذوي يعني الاحتياجات الخاصة، ويقول أن هناك ممرضون يعتنون بالعاقين أو المعاقين من حيث دخولهم دورات المياه وخلع ملابسهم، مما يقتضي اطلاع أو الاطلاع على عوراتهم المغلظة، فهل يجوز له ذلك؟ لو لم يفعل هذا لما قضى هذا المسكين حاجته، فالأمور لها أحوال وظروف تحكم الناس، ظروف لا قدرة لهم في صدها، لكن على الإنسان أن يغض بصره بقدر الإمكان. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. والله جل وعلا ما قال قل للمؤمنين يغلقوا أبصارهم، إنما قال يغضوا، لعلمه جل وعلا أن العبد لا يمكن أن يكون لا يرى أبدا، وهو قد أعطاه الله عينين بصرتين. فالذي يحتسب في هذه الأعمال ويتقرب إلى الله جل وعلا بمساعدة هؤلاء المعوقين ويحرص ألا يرى، هو إن شاء الله على خير في كل ذلك. نعم، جزاك الله خيرا. وردني سؤال هنا حقيقة يعني تألمت لما قرأت السؤال، وهو يبدو أنه السائل يعمل في إحدى أو أحد مكاتب التوعية في المستشفيات. يقول أنه جاءه عبر الجوال من أب مريضة دخلت تشتكي من آلام في البطن، وتبين أنها حامل من أخيها، ويسأل وهو يعني يتألم من ألم المصيبة، ويقول هل يجوز إسقاط الجنين في هذه الحالة؟ لا شك أن الناس صار لهم دخل كبير في فساد البيوت، في فتح على هذه القنوات الماجنة وتسهيل مشاهدة ما يعرض من أفلام من خبيثة هابطة، مع ضعف الرقابة المنزلية من رب المنزل وربة المنزل، وترك الشباب من بنين وبنات حول بعضهم ويشاهدون مشاهدات تبلغ النهاية في إفساد النفوس. أما قتل النفس إذا كان هذا الحمل في بداية الحمل في الأربعين، فقد يقول الواحد إن شاء الله أرجو أنه لا حرج، والأولى عدم إسقاط الحمل. إن كان نفخت فيه الروح فهو قتل نفس، سواء من الطبيب أو من يتعاون معه أو من يسعى بهذا السعي. جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول والدتي مريضة تصلي جمعا وقصرا وأحيانا لغير القبلة مع إمكانية استقبال القبلة، لكن بنوع من الألم والكلفة لكبر سنها، فيقول ما حكم ذلك؟ القصر لا يحل إلا في السفر، وأما الجمع إذا أراد المريض وكان في حال إرهاق أن يجمع بين الصلاتين، الممكن الجمع بينهما كتأخير الظهر إلى قرب العصر، ثم صلاة يؤدي الظهر ثم يكون العصر قد دخل فيؤديه، أو المغرب والعشاء، فلا حرج في ذلك. وأما أن تصلى الرباعية ركعتين قصرا في حال الإقامة فهذا لا يجوز. وفيما يتعلق بالقبلة لا بد للإنسان أن يتوجه إلى جهة الكعبة ما أمكنه ذلك، فإذا تعذر هذا لعجزه عن تحول القبلة أو لجهله وعدم وجود من يرشده واجتهد في قدرته وصلى فالصلاة صحيحة. جزاك الله خيرا. هذا سائل يتكلم عن الرقية عبر الهاتف وعبر الوسائل التقنية مثل أشرطة التسجيل أو بعض القنوات الفضائية المباشرة، فهل
فيها شيء؟ لا يظهر لي أنها رقية. الشأن في الرقية أن تكون بين الرقي والمرقي، لا أن تكون عبر الهواء. شخص في الرياض يرقي واحدا في طوكيو في اليابان، لكن هذه الرقية إذا أراد أن ينفعهم يعلمهم الرقية، يخبرهم بالرقية التي يرى ترجح أثرها، يخبرهم بذلك. وأما أن يقرأ شخص بالهاتف على شخص في أقصى الدنيا ويقول هذه رقية، لا يظهر لي مناسبة ذلك. جزاك الله خيرا. هذا يقول: هل للمريض أن يتقدم ليؤم الناس وهو مريض وخلفه من هو صحيح في الصلاة ليصلي بهم؟ إذا كان الإمام المريض مرضه لا يؤثر على صلاته ويمكن أن أدي الصلاة بأركانها وما يلزم لها، فالصلاة صحيحة. إذا كان هو الإمام ولا يحب أن يؤم أحد سواه وهو يصلي صلاة تامة، فلا حرج في ذلك. أما أن يكون مريض ويصلي جالس والناس وقوف، ولا شك أنه يجوز للإنسان أن يصلي وهو جالس، والنبي صلى عليه أفضل الصلاة والتسليم بأصحابه وهو جالس. لما بدأ الصلاة بهم جالسا أقاموا أومى إليهم أن يجلسوا، وأمرهم أن يصلوا قعودا، وأخبرهم بأنه إذا صلى الإمام قاعدا صلى الناس قعودا أجمعون. أما إذا بدأت الصلاة بواقف ثم قعد الإمام فهم يستمرون على الصلاة وقوفا. في أسئلة جاءت حول ما يفعله بعض الناس في تحجيج المرضى، وخصوصا من جاء من خارج المملكة قاصدا الحج ثم قبل أن يأتي وقت الحج يمرض ويدخل المستشفى، فتقوم بعض المستشفيات بتحجيجهم، أخذهم في باصات أو في سيارات إسعاف، ثم يجلسون فترة في عرفة ويمرون على مزدلفة، وأحيانا يتركون بعض السنن وبعض الواجبات الحج، فهل هذا صحيح؟ لا شك أن من قدم أو تيسر له أن يصل إلى أماكن الحج في أوقاتها أنه حج صحيح إذا أداها. النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحج عرفة، فمن أتى إلى عرفة قبل طلوع الفجر ليلة العيد ودخلها قبل طلوع الفجر ثم أتى ببقية أعمال الحج بعدها فالحج صحيح. وهؤلاء الذين يتبرعون للمريض سواء من جمعيات خيرية أو من المستشفيات نفسها وينقلون هؤلاء المرضى في ليلة عرفة مثلا إلى عرفة ثم يعودون إلى مزدلفة ثم ينتقلون بهم إلى منى، من قدر أن يرمي جمرات رمى ومن لا يستطيع لمرضه رمي عنه الوكيلة، فهم إن شاء الله على خير. جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول أن في إحدى المستشفيات وفي مصلى من المصليات قبل أن يشرع الإمام في الصلاة فإذا بمريض نفسي يأتي ويدفع الإمام ويصلي مكانه، فصلى بعض المصلين أكملوا الصلاة، فهل صلاتهم صحيحة؟ إذا كان هذا الإمام، هذا الشخص الذي أما الناس قهرا، إن كان وقت أداء الصلاة يؤديها أداء العاقل فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. لأنه لو فرض أنه أصيب بخبر ما هو يصلي بالناس وصلى بهم فصلاتهم معه صحيحة، لكن هذا الشخص الذي صلى لنفرض أنه قد لا يكون على طهارة، مع ذلك لا نقول ببطلان صلاتهم، لأن الشخص قد يؤم الناس غير متطهر إما لعدم علمه بما يلزم له من الطهارة، ثم يتبين له فيما بعد أنه لم يصلي على طهارة
فهو الذي صلاته لم تصح، والمصلون صلاتهم صحيحة، وقد صلى الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه.